أتكلم كلام صريح. نعم. اللي يجونه ما يزعجك. متأسس صح؟ يعرف شوقت ينام. ما يسوي لك هوسة بالمطعم. زين. غذاء يعرف شي يريد. أول ما شفت زيدان إقبال بالفندق. أتذكر حالك قاعدين أنا وكباتن اللي وياي برا الفندق هاي بالسعودي. نعم. فرات يبدل فلوس يعني اي غير عمله اي تشينج ماني هو مجانا قال بليز تشينج ماني زين هير يعني هنا بس شلون واقف لك طريقه يعني من كيفك قلت له العباس شوفها لا سمعنا صوت من اقبال لا تعارك لا قال اني لا فشيل باقين هذا انا احكي لك كحاله